بقى اول حاجه هنا انا شغاله الحقيقه الشوربه دي خفيفه ولايت جدا، شغلاها زي ما انا قايله في المقدار بتاعي بزيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا جميل وما فيهوش الكالوريز المخيفه ان احنا حتى نشتغل بزبده، يعني حتى لو حد عامل دايت او بيحافظ على الوزن في رمضان بسهوله جدا ياكل يشرب الشوربه دي وما يبقاش قلقان من السعرات الحراريه. فيها بروتينات طبعا، فيها البروتين بتاعنا، البروتين بتاعنا من الشوربه بروتين حيواني، والبروتين النباتي معانا برضو في الفاصوليا البيضاء. انا بشوحها كده بس تشويحه سريعه. البصله قلنا تاني مش مشكله خالص حجم البصله لان انا هضربه كله في الهاند بلندر لما يبتدي يدبل ويستوي مع بعض. بس هشوحها كده خفيف. اقول لكم وانا شغاله انا الفاصوليا البيضاء بنقعها قبل الشغل بيوم، يعني كوبايه الفاصوليا بتاعتي انا نقعتها في ميه عاديه جدا، ميه من الحنفيه او ميه من الفلتر نقعتها، وبعد كده يعني النهارده الصبح انا سلقتها لمده ساعه او للمده اللي فيها الفاصوليا بتاعتك هتستوي، يعني اما تدخلي فيها شوكه او سكينه تستوي معاكي. ليه احنا بننقع الفاصوليا عموما او اي نوع من انواع البقول اللي بنشتغل بيه يستحسن ان احنا ننقعه، وخصوصا لو احنا صايمين، ان النقع ده بيخلي الجزيئات بتاعه الفاصوليا او البقوليات تتفكك، فتبقى بالنسبه لي مش معقده في الهضم، وما تعمليش عسر هضم وما تتعبليش القولون، وخصوصا مرضى القولون يخلوا بالهم جدا وهم بياكلوا البقوليات ما يكونش، لازم تبقى منقوعه علشان ما تكونش تقيله على بطنهم او تقيله في الهضم. انا نزلت اهو بالشوربه، استنى بس تدفى. انا طبعا كنت مدفيه الشوربه بتاعتي في الميكروويف قبل ما نطلع مع بعض على الهواء، وبالراحه كده هنزل بالكريمه اللباني. لو مش عايزاها تقيله بلاش كريمه لباني، اشتغلي بلبن عادي برضو ما فيش مشكله في ايدينا. الكريمه اللباني بتديها دسامه طبعا مما لا شك في الامر. وهخليها كده بقى ايه تاخد وتدي بحاجه، يعني دقيقتين كده على النار. انا دايما بحب احط اي منكهات او اي توابل بعد ما انزل كل الانجريدينتس او كل المقادير بتاعتي. بعد كده بقى هبتدي انزل بقى الفلفل، وهنزل الروزماري، وهنزل الزعتر، عشان اي حاجه فيها روايح تفضل معايا كده في الشوربه في الاخر، يعني لما تغلي كتير ما تفقدش النكهه بتاعتها. فانا زي ما انتم شفتوا كده حطينا البصله، وبعدين حطينا الشوربه، وحطينا لبن. وعلى فكره افكركم دي المرقه اللي احنا عملناها مع بعض في حلقتين، من حلقتين او ثلاث حلقات فاتوا، علشان كنا بنستعد رمضان. وطبعا زي ما انتم شايفين لونها جميل وزي الفل، وطبعا عاملينها في البيت يعني ما يختلفش عليه اتنين زي ما بيقولوا. خلاص ابتدت هي كده، هتبتدي هي في مرحله الغليان. هبتدي انا انزل هنا عليها الكرفس، والفاصوليا البيضه بتاعتي، وهحط ورقه لوري يا دوبك كده بس تاخد معانا ريحه. وانا طبعا بالهاند بلندر هطلعها بره يعني وانا بضرب علشان ما تبقاش ناشفه. والزعتر طبعا، طبعا لو عندك زعتر اخضر او زعتر فريش ده هيبقى اوبشن جميل جدا، يعني يا ريت لو احنا متاح عندنا ان احنا نستخدم الزعتر الاخضر بيبقى هايل، بيبقى ريحته يعني مضاعفه. طبعا احنا مشغلين هنا كل المقادير معانا مستويه، يعني او بمعنى الفاصوليا البيضه مستويه، فانا مش قلقانه خالص، يا دوبك تاخد الغلوه بتاعتها على النار علشان كل الفليفرز او كل المنكهات اللي احنا حاطينها تخش مع بعض. حطيت هنا الروزماري والفلفل الاسود، سوري فلفل ابيض تاني، بفكركم عشان احنا شغالين شوربه لونها فاتح يبقى معانا فلفل ابيض. اول ما تبتدي تغلي كده بقى هبتدي بقى ايه انا احطها على الهاند بلندر. ممكن تضربيها في الخلاط لو ما عندكيش هاند بلندر مفيش مشكله. لو خدتوا بالكم انا ما شوحتش الثوم علشان ما يغمقش وعشان ما يتقلش علينا واحنا صايمين، ما يبقاش كده عامل نوع من انواع الحمو، فانا حطيت الثومه نيه يا دوبك بس ايه هتاخد ايه الغلوه بتاعتها على النار. طبعا مش هنسى احط الملح.
انا بعد ما اخلص طبعا انا ما بحبش اضربها بالهاند بلندر في الحله، فانا هنقلها بس معانا هنا في بوله بعد، بس انا عايزاها بس تاخد تتقلب كده على النار تغلي معانا علشان اتاكد ان كل ايه الفليفرز بتاعتها دخلت في بعض. ومش هنسى ان انا اطلع ورقه اللوري احطها بره كده تمام علشان وانا بضربها تبقى جميله جدا وما فيهاش اي حاجه، لان الورق اللوري ممكن يبقى ناشف معايا. في ناس ممكن تحب تصفيها، يعني لو في ناس البقوليات مثلا بيحبوا البقوليات وبتتعبهم مثلا بشكل او باخر زي ما بنعمل الفول كده ونصفيه، ممكن نعمل الشوربه دي برده ونصفيها هتبقى برده حلوه جدا. عايزه تقليها شويه ممكن تعملي لها معلقه دقيق لو انت عايزاها يبقى التكستشر بتاعها تقيل حبتين، برده في ايدك تماما، بس هي يعني مش المفروض انها تبقى تقيله لانها اوريدي لما نضرب الفاصوليا مع الشوربه والمنكهات الجميله اللي احنا حطيناها دي هتبقى في منتهى الروعه. انا هنا اهو بقى بحط الليمون الحقيقه مع الشوربه، ما بحطهوش في التقديم، يعني لو احنا عايزين اكسترا في التقديم، لكن الشوربه دي بنعملها عموما وبنحط عليها دلوقتي كده الليمون قبل ما اضربها بالهاند بلندر، بيبقى زي عصير ليمونيه كامله. اهي خلاص ابتدت تغلي اهي، بس كده هجيب المنديل اهو هايل ممتاز. راح كده ارفعها بقى من على النار عشان ابتدي اضربها بالهاند بلندر. النار بسم الله الرحمن الرحيم. الطبق ده مرتاح جدا، المقدار اللي احنا عاملينه ياكل 6 افراد. طبعا لو انت عايزه اقل هتشتغلي بنص الكميه. راح لقيت واحده بس ايه ورقه لوري كده نشيلها تمام. ممكن زي ما بقولك لو انت مش معاكي اللي هو الهاند بلندر اللي احنا هنشتغل بيه اضربيها في الخلاط عادي في الكبه اي حاجه بس، يعني مفيش مشكله خالص، المهم ان احنا نضربها تمام كده. اصلا ريحتها حلوه جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجميل بقى في الهاند بلندر انه بيخلي كده فيها قطع من الفاصوليا او الخضار بيبقى طعمها حلو قوي. لو انت عايزاها كريمي خالص ممكن نضربها في الخلاط ونصفيها. نجيب بس البوله اللي احنا هنقدم فيها الشوربه فين الكبشه يا محمد لو سمحت. وانا بحب قوي احط على وش الشوربه دي بنعمل لها برضو في زيت الزيتون بره بصله وبنحمرها كده بتبقى بنكرملها يعني بشكل او باخر علشان تديها بس منظر واحنا بنقدمها بتبقى حلوه قوي برضو. بصوا التكستشر بتاعها او القوام بتاعها مش سميك، لو انت حابه القوام يكون اتخن من كده شويه ممكن تحطي زي ما قلنا معلقه دقيق او ممكن تحطي تكتري كريمه اللباني، بس تاني علشان تنفع للناس اللي بتحافظ على الوزن والتاني وزننا ما يزيدش في رمضان مش لازم نستخدم يعني كل حاجه ايه تتخن، يعني سمنه كتيره كريمه كتيره نحاول نكون بس ايه مقلين علشان ما يكونش في زياده في الوزن نرجع نشتكي انه اوزاننا بتزيد واحنا المفروض ان احنا صايمين كده تمام. كده اهو واحنا جايبين هنا كده هنا انا بحطهم، ممكن في ناس تحب تاكلها معاها بس هي عشان مش انا بحطها كده في قلبها بتدي طعم حلو جدا وهي واحنا بناكل الشوربه. كده اهو اهو تمام. وهكون دي اول حاجه عملناها هي بسهوله مع بعض، ما خدتش مننا وقت خالص، شوربه ما بتاخدش وقت، قيمتها الغذائيه عاليه جدا وصحيه في نفس الوقت ومش تقيله.